الله يحفظك، ميرسي بوكو حبيبتي. انا فيرمون قال لي سهل لك بوكو تو فواياج. جاي عندي لتولوز حبيبتي، ترحب بك الجنه. شنو هي اشنو كدير فيرمون؟ قال راه قلت لكم فيرمون قال راه زوينه الشعر. فاش كان فينا القمل عاودت لكم ديك القصه نتاع القمل كيفاش نديرو الفيرمون. قال قلت لها لكم ملي شوفوا ولاو المتابعات ديالي ولاو تيقول لي بارك ستوب من الشرح ديال هاد الفيرمون. قال فما بقيتش عرفت واش نشرح لكم ولا لا. واش غادي تعيشي في اسبانيا ان شاء الله؟ بوركو با اللي شديتي فيرمون جو بغيتي ديري وصفه ديال الزنجلان. وي نعاودها واش بدا شي بنا صحاباتي هنايا هضر لنا على الدق هو اللي عندي. ها بغيت نحيدو او صبر مقال خلطوها مع الزيت صوبنا ومرة في السيمانة نبقاو نشوفو بها شعرنا. اه وعاوتاني البنات صيفطوا لي دي جروب في الفيسبوك قال لك سكينة قولي لينا على قبل قال لك شرحي لينا. والله العظيم ما بقيتش وليت بحالنا حسيت بحال الموضوع تقل البارح. البارح تقل لك التعاليق وحده كتبت لي بركة عيقتي من هادشي ديال الشهر فما بقيتش عرفت واش نشرحو ولا ما نشرحوش. اللي عجبكم انا فان ديرونج با نتوما اللي بغيتو. لا ما تخافش سميرة شرحي لينا. الو غادي تشدو قرعة ديال الزيت قرعة ديال الزيت زيت زيت الرومية وغادي تحيدي منها كاس زيت الرومية قرعة صغيرة غتحيدي منها كاس باش نشوف واش عندي هنايا قرعة صغيرة. فوالا ها هي نو ماشي هادي هذا الخل بون هذا الخل هذا المقدار هذا اوكي هذا الخل هادي غتحيدي منها كاس ديال العنبة يعني غتحيدي منها قد هكا اوكي وغتخوي قد هكا ديال الزنجلان فيها متفقين متفقين اوكي نعاود نعاود اكتبوا انا كنرضاش نقدر ندير فورموغال نو نكمل اوكي هتشدي هادي هادي هي قرعة هادي هادي ماشي الزيت هذا الخل ولكن هادي غتشديها في الصغيرة في الزيت حيت هادشي اللي خصني ندير لكم جايبات وغادي غتحيدي منها قد هكا وغتخويه جنجلان وغتكلكميها في شي زيف كحل وغتخشى في الباطاجير ما تبانش الشمس الضو ما يبانش فيها غتخليها 15 يوم داكو غتخليها شحال 15 يوم خبيها خليها 15 يوم فاش تحليها غتشدي هاد القرعة فاش تحليها غادي تلقاي داك الجنجلان هبط لتحت غادي ديري ليها هكا ودير ليها قبل ما تحليها هكا هكا جوج تنوبات ولا ثلاثه تنوبات وغادي تحطيها فاش غتحطيها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وغادي تحليها غادي تنفس غتسمعي بق 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 غادي تنفس غادي تهزي ديك الزيت غادي تخلي داك الجنجلان غتلوحيه صافي مابقاش المفعول ديالو غادي تشدي هذيك الزيت وغادي ديريها سبراي شي حاجه شي بشي بشي غديريها فيه نورمال غادي ديري فوق غادي يا اما طونسيون كاينه بحال دروك الحواميل وداكشي هي راه زيت الجنجلان راه واعره هذا كنقول لكم صوبها في الدار بوحدكم باش ما تمشيوش تشريوها تلقاوها ماشي بيو ولا شي حاجه فشي صوبها في الدار بوحدكم غادي تشديها غادي تخوي فيها التيبان تاع فيرموغل انا نوريكم فيرموغل هاي فوالا الجنجلان العادي الجنجلان العادي البيو شديه نقيه بون الجنجلان تيكون نقي بحال بديت ديري في الحلوه ما طحنيه ما والو واش انا قلت طحنيه واش بتحمقوني ما طحنيه ما والو الجنجلان العادي ها هي فيرمون جبتها معايا وانتم ما
متبعينش معايا في الخلطه تقول لي سكينة ما كنعطيكمش الوصفه، نتوما اللي ما كتبعوش. ها هي غتشدي هادي تيبا، فاش كنقول تيبا ها هي تيبا، ها هي صراحه هذا فيرموغل خاصها تخلصني. عرفتي فيرموغل غتلقاي المغرب كله شحال دابا 3800 اللي شرات ماشي باش فرماسيون فيرموغل تصور هادي باش نصيفط على شركة فيرموغل نقول لهم صيفطوا لي فلوس درت لكم اشهار. هادي غتشدها غتخويها كلها في عينك ميزانك ديال الزيت، بيتيها تكون قاصحه راه بات بدا تبان لك بحال شكل بحال شكل شي كريم وهي بلون كاسي هذيك الزيت. ناري عاوتاني هاد الصون فهمتوا؟ غادي تشديها هادي غادي تخويها في الزيت، ما تخويهاش في الزيت كامله الا غادي تهزي هادي تخويها غير شويه بشويه، عينك ميزانك عينك ميزانك حتى تولي ليكيد حتى تولي بحال شي كريمه، وغادي تشققي بها شعرك مزيان. انا كنت كنبات بها انت ساتو دو فوا ما عرفتش واش تباتي بها ولا شي حاجه، ردي بالك لعينيك. عندنا عرفتي واحد وقت العشاء غادي نوريكم جوج لا نو فريمون مره مره فكروني بلاصوص. تنساوش البنات السكر سنيده سنيده شويه تاع سنيده هي اللي درت دابا، تنساوش السنيده. انا فاش تعصريها ديريها فشي بشي بشي واش قققي بها شعرك، عندك يكونوا ولادك حداك تقيقيسوها راه كضر في العينين. هي شوفي فاش غادي تداوميها وبود دو موا ولا اموا كديريها راه غادي يبداو تكونوا لك عميشات هنا في الصباح، سنة ما تحسب عينيك خماجو، ولكن حاولي عويناتك شري لهم هذاك الماء داك الفيزو ديال العينين ومسحي عويناتك بهم عادي، لانه هي كضر شويه في العينين كضر، لانه انا كنت كنبات بها والله ما شويه في العينين وانا الشعر يكون مقروح. كنلاحظ داك حبيبتي تا انا كنموت عليكم صافي غسلي بها عادي ياك، و اش اخر شققي بها عادي، ومن بعد ديري عقدي شعرك مزيان في الخرقه باتي بها. انا كنت كنبات بها، الا انت خفتي انك تباتي بها ما تباتيش بها ديري 4 سوايع ونوضي غسلي شعرك مزيان، ديري البروتوكول ديال غسيل الشعر ديالك كل وحده باش كتغسل الحوامل والعيالات اللي كيرضعوا الدراري الصغار نو. شكون عطاني هاد الوصفه؟ انا اللي كنديرها. ابخي البنات اللي دخلوا عندي من الجروبات ديال الفيسبوك سمحوا لي الناس الفيسبوك مقصره من جهتكم، مي انا ما كنستعملش بزاف الفيسبوك كنستعمل كو انستغرام. ما ديروهاش للبنات الصغار السرتله ديالكم اللي شريتيها من باب الملاح في مراكش لبشي بشي اوروبا ما كايناش لا ما كايناش، انا جبتها للبنات هنايا صحاباتي في لاسبان. واش نخوي القرعه كلها؟ خوي تيبا كلها هاي خويتي فكلها البنات. انا كنعقل عليك حبيبتي. ابخي شوفي انا ما كنديرش غير كو هادي، كندير دي بروتيين كنشرب دي كومبليمون اليمونتير كنحاول نشرب الماء بزاف كان فهمتوا هادشي هذا بلس الا كنعاود جو ريبيت باش نسدو موضوع الشعر. الا كان شعرك متضرر بزاف شوفي الميدسا شوفي الميدسا شوفي شوفي الميدسا شي يومنا تعاون ليا صوم الجزء راه دابا المشكل كيجي معطلين واش نبقى نخبركم على اللايف. تن
زيت العود، تا زيت العود زوينه بيو سونسيل، تا زيت العود زوينه. خلينا من زيت الجزله ندير زيت العود، ما عندكش زيت الجزله ندير زيت العود. شنو الفيتامين اللي كناخذ؟ كناخذ اف فيليوم، وكناخذ واحد اخر. يلا بديتو ما غاديش نوري لكم حتى نشوف اشنو بيعطيني عاد باش نوري لكم. نسمع تخفى ما كاين شي من اسبانيا حبيبتي. يلا قلتي لينا ما تخويش ولا قلت لكم خويتي با كامله ماشي في القرعه كامله الزيت ولا نتوما ما شوفوا هاد الزيت هادي ما تحمقني يا اما هي بتحمقني يا اما نتوما بتحمقوني. انا اشرف وكندير الله يبارك حتى شنو كنتفكر. فيرمو قال كنتفكر حاجه وحده انه تسدو البيبان وانا ما درتش الدقن كنت باغي نديرهم. هضر لنا شي حاجه اخرى من غير الشعر والله الطبط بالشعر يسكن بلا كاع الماء شربناه بلا ما نبغى. لا لا الماء اتونسيون الماء كيصاوب البشره البشره الجسم كيصاوب الشعر كيدير شحال من حاجه غتندمي على النهار اللي قلتي فيه الوصفه. ولا ما ندمش لا بالعكس انا كنبغيكم غير بغي انا كنبغي نكون زوينه وكنبغي المتابعات الكلاموريات الفرات الفرعي يكونوا كلكم زوينات باش تفكسوا ليا زوينات حتى هما. انا كنستعملها وزنانه في الاول غادي يبدا يتسقط الشعر اكزاكتومون. شتي فاش كان فينا فاش كنا في الصغر في المدرسه فاش لقى بنتك عندها الشعر تبارك الله وفيه القمل ياك ديك الساعة زوين ودابا الناس راه كيشريو القمل وما عرف اشنو يعني هادي كتنبت الشعر. واون بلوس كاينه وحده سميتها ماري روز دايره 499 4000 ريال قسما بالله العلي العظيم ما فيها حتى شي منفعه فيها منفعه القمل. مي فيرمون قال الفريط الفرعي سي تان برودوي ماروكان صاحبتي. عرفتي لا تحرق ليا العشاء تحرقات ليا لاصوص. تيبان ليا بارك عليا ياكم. ايوا يا لاله خصني دابا كامله اخرى.